أبشركم بأن النظام السوري قد بدأ الدخول في عمق الزجاجة. لقد بدأ نضال الشعب السوري ودماء الشعب السوري الطاهرة تأتي ثمارها وتأتي أكلها. بدأت محاصرة النظام عربيا ودوليا. بدأت الدول العربية بسحب سفرائها إثر بعضها. بدأت السعودية والكويت والبحرين، ونحن ننتظر مصر في هذه الخطوة أيضا. أقول لكم اليوم اجتمع وزير خارجية تركيا مع النظام السوري. لا نعلم ماذا قال له، ولكننا سنتذكر شيئا مهما. حافظ الأسد في يوم من الأيام أنكر وجود عبد الله أوجلان على الأراضي السورية حين ضغطت عليه تركيا. بشكل حقيقي ضحى بعبد الله أوجلان وسلمه وتنازل رسميا عن لواء اسكندرون. نحن ننتظر اليوم ماذا سيتنازل نظام بشار الأسد الجبان في لقائه مع وزير الخارجية التركي. يا حافظ هذا النظام الذي أسال الدماء على مساحة سوريا ومدنها وقراها وبلداتها وشوارعها وأحيائها. هذا النظام المجرم هو نظام جبان، نظام هش، وستشهد الأيام القليلة انتحاره على أهون الأسباب. عاشت سوريا، عاش الشعب السوري، وإننا لمنتصرون. والسلام عليكم ورحمة الله. عاش سوريا ويسقط بشار الأسد. سوريا لنا وماهي يا بيت الأسد. تضامن إخواننا المصريين معنا، يعني قدم الأستاذ رائد من الحزب الوطني، الحزب المصري الديمقراطي. السلام عليكم، أنا اسمي رائد سلامة، عضو في الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. احنا جايين النهاردة نؤيد إخواننا السوريين ونطالب، وإحنا بعتنا في بيان رسمي، مش مجرد مطالبة النهاردة، وإحنا بعتنا في بيان رسمي طرد السفير السوري من مصر وسحب السفير المصري من دمشق تضامنا مع إخواننا السوريين. احنا ايد واحدة مصر وسوريا، ايد واحدة مصر وسوريا، ايد واحدة مصر وسوريا. يا جماعة مش مجرد مصر وسوريا، مش مجرد تاريخ، مصر وسوريا جغرافيا.